Nimni hodir
تاسولي ام ويسيسي جنب طوق
تفتدى سيون بالإنصاف وتعبون منها بالعدل، والعصاة والخطاة يحطمون جميعا، والذين تركوا الرب يستأصلون، فإنهم يهجرون من الأصنام التي اشتهيتموها وتخزون من الجنات التي اخترتموها، يستصلون كبطمة قد ذبل ورقها وكجنة لا ماء بها، ويصير القوي كالمشاقة وعمله كالشرارة، فيحترقان كلاهما معا وليس من يطفئ. ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا على رأس الجبال ويرتفع فوق التلال، وتنتظر جميع الأمم وينطلق شعوب كثيرين ويقولون: هلموا نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب، وهو يعلمنا طرقه فنسلك في سبله. مجد للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد. سيف زكريا الملك بركاته وجمال امين. هذا ما يقوله الرب الضار بكل اني انا ذا اخلص شعبي من ارض المشارق ومن ارض المغرب الشمس، واتي بهم فيسكنوا في وسط اورشليم ويكونون لي شعبا، وانا اكون الههم بالحكم والعدل. هذا ما يقوله الرب الضار بكل فلتتشدد ايديكم يا السامعون في هذه الايام، هذا الكلام من افواه الانبياء، لانه من يوم وضع اساس بيت الله الضار بكل، ومنذ يوم بني الهيكل في تلك الأيام أجرة الناس لم تكن تشبعهم، وأجرة البهائم لا تكون، ولا سلام يكون ولا سلام لمن دخل أو خرج من قبل الضيف، وأرسل الناس كل واحد فواحد إلى صاحبه. أما الآن فلأصنع لوقية شعبي كمثل الأيام الأولى، قال رب الممسك الكل: إني معطي سلامة فتعطي الكرمة ثمرتها، والأرض تعطي غلتها، والسماء تعطي نداها، وأملك بقية هذا لشعبي هذه كلها، ويكون كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا ويا بيت إسرائيل، كذلك أخلصكم فتكون بركة فلا تخافوا ولتتشدد أيديكم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآن والأبد أمين. ونحفظ وصاياك وأوامرك ونسلك فيها بمئة وستين وثلاثين بالمسيح يسوع ربنا. اذكر يا رب المرضى شعبك وتاخذهم بالمراحم والرأفات اشفيهم. اذكر يا رب أبانا وخدام مسافرين ردهم إلى أوطانهم بالسلامة والعافية. صلوا من أجل المسافرين. أنستمين إكلين ومين تغناطا كي أنستمين إكلين ومين تغناطا. أذكر يا رب قهوة السماء وثمرات الأرض باركها. أذكر يا رب مياه النهر باركة سيدة كمقدارها كنعمتي. أذكر يا رب زراع العجوة نبات الحقل باركها. خلاص هذا المرة المقدس الذي لك كل مواضع كنت ديارك أبائنا الأرثوذكسيين. سلام عليك يا رب رئيس أرضنا عبدك، احفظه بسلامة وعبد وقوة. سلام عليك يا المسيح. إكلمين تغناطر. إكلمين تغناطر. أشكر يا رب المسبيين الجين جميعا. أشكر يا رب أبانا وقتنا الذين ركضتنا يحفظ الإيمان، ورزقك يا رب لايك أنفسهم أجمعين. أشكر يا رب الذين قدموا لك هذه القراضي والذين قدموا بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. Ya listo bien, ten un momento, no te preocupes.
يا رب من فضائلنا الذين ارشدنا لقد قدسهم جميع شمائلهم. سلام يا المتلقين. اذكر يا رب معوز شعبك ارحمهم. سلام يا الموعدين. ثبتهم في الايمان بكل بقيه عبادات الانسان انزع من قلوبهم ناموس خوفك وصايعك حقوقك اوامرك المقدسه ثبتهم في قلوبهم. أعطيهم أن يعرفوا قوة ثبات الكلام الذي وعظوا به في الزمن المحدد فلا يستحقوا حميم من هذا الجديد. يغفران خطاياهم استعدهم هيكلا لروحك القدوس. سلام على الجميع. الذين سبقوا يا رب نحن مرضى شهد لأنك أنت حد كل خلاص كل كان كل شركنا وقيامتنا كلها. الليل ويا رب يشهد خالوك اسمه ونفقون الفريق ونوزين عينك من قوانت دين قاتل بكم لأيتم يتبصير. الليل ويا Oh,
نوني أريب نذيب شوي سنتيرين انت تكوي مغطس سواب إن كاسو ليكين أغسطو ليكين ككليسي وشريك أو في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا من داود أرزان احفظهما لنا سنين كثيرة وأزمنا سلمية هادية مديدة أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين Gracias.
لأن الرسول
رئيس هذا العالم آياتنا وليس له فيها شيء، ولكن بكل عام العالم أنني أحتاجي وكان أصلا أفلها تدافع ومن أطرق من هنا أنا أمر من حقك والقرار وكل وصف ذلك الثم لا تطاولكم وكل ما يأتي الثمر لهم في ذلك الثمر أكثر وأنتم من قبل القيام أجل الكلام الذي كانتم به استغفر في وانا فيكم والمجد لله بدل من تنا شكر قصو سمي كيو دنا واسو سمي نما يسو يا كي يخصبون نينون روح القدوس يا رب الأجر شكال دمج القديسين ورسلك المكرمين في الساعة السالسة هذا لا تنزع منا يا الصالح لكن نسألك أن تبدد في عشينا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله وروحا مستقيما تبدد في عشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس يا رب لا تنزعه مني أيها الرب الذي أرسلت روحك روحك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يا الصالح لكن نسألك أن تجدد في أعشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما وحيا روحا بالنبوة والعفو روح القداسة والعدالة والصدق يقود على كل شيء لأنك أنت هو يا رب هو ضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آية العالم ارحمنا يا والية الإله أنت هي الكرمة الحقانية الحياة من عقود الحياة نسألك أن تلقينا الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لنا على خلاصنا ملك السماء المعز الروحي حق الحرب في كل مكان والملك كل كنز الصلاح ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنسة يا الصلاح وخلص وندي نفوسنا ثبت فيك أيوك أجيب نبواتي كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كل معنا ونحن سلامك وخلصنا وندي نفوسنا كانين كأيين كرسوس يا نصريون آمين ما وقفنا بها كالك المقدس وحسب ترقيها في السماء الأندية في السماء افتح لنا باب الرحمة نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا امين كريه ليسون كريه ليسون كريه ليسون شو سنة من الليل يا دوك سابت ليك ايوك يا ابن الماضي
نسبحة وصلوات الساعة 9 من النهار مبارك قدما نسبح ملك ولي وارجونا أخبار كثيرة من مدامية 30 معنى النبي بركات وعلى جميعنا أمين. شكرا يا ربنا الذي في السماوات السلام عليك يا نسيس القديس المتوقع من تناظر كل حين وعليك يا
خطايا العالم كله نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا امين. اسمعنا وارحمنا.
والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. صلوا يا أجل القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتها الذين قدموها يا رب ارحم. Yeah.
بيموت التطفن بريفر بسناني فو الناي تفتو تفيوتن بن تشويس هو بن نوت هو بن صوتي ريسو اوز بي اخريستوس جي اف اليكس اسباديني جون اف اير بويسين ايرون اف اري ايرون اف شوبتين ايروف اف تي اس ويرون اف تي تو تينا فتن شريطا اي او نو ساي ان صوف ايرون خيم باي ايهوث وفاي نمني هو تيرو انت بيرون خين هيريني بين انجبي باندو كراتو اوريك شاي سيبين نوتي يوزبك ساستي If you then been choice of what been naughty or what been so tea so as we echelesos then chebe moten so اسكباديني غون اك اير فويسينيرون اك اري ايرون اك شوبتينيرو اك تيسو ايرون اك تيتو تينا كتن شريطا Nif,
نمني ترنوفري صاني مؤنان جين صوت بتاقتين برشيشنان إيهو ميجنيوم أوف نمني إتشيلين نم إيجين تيقوم ترسن تبي باجي طاهرهما وانقلهما لكي يسير هذا الخبز بالصحة المقدس والمزيج الذي في هذه الكاسة في الكتاب الكريم ويكون لنا جميعا شفاء وصلاة وشفاء وخلاصة لفسطة شفاء لأنك أنت وإلهنا وليك الملك الكرم وصلاة رحيم المسلس القدس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر مناظر الله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديسكورس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس إيروريوس من أفواه الثلاث ومئة وثمانية عشر المجتمعين بنيقيا والمئة والخمسين بالقسطنطينية والمئتين بأفسس ومن فم أبين بطريرك البابا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبين الأسقف المقرب الأنبا متاؤس ومن فم حقارتي ومن فم أبائي لأنهم مملوء مجد اسمك القدوس والآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا تهدد كل أمين Yeah.
علينا امين. لماذا نقول هل عند الله ظلم؟ حاشا، لانه يقول لموسى اني ارحم من ارحم وترأف على من اترأف. فاذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم، لان الكتاب يقول لفرعون اني لهذا بعينيه قمطر لكي اظهر فيك قوتي لكي ينادي باسمي في كل الارض. فاذا هو يرحم من يشاء يقصي من يشاء فستقول لي لماذا يلوم بعد؟ لأما من يقاوم مشيئته؟ بل من أنت أيها الإنسان حتى تجاوب الله؟ العزل الجملة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين؟ أصنع من هذه العجينة الواحدة إناء للكرامة وآخر للهوان. إن كان الله هو يريد أن يظهر غضبه ويلين قوته آتي بإله طويلة أني غضب مهيأ للهلاك، ولكن يظهر غني غني مجده على أنية رحمته. قد سبق الله فأعدها للمجد التي هي نحن الذين دعانا ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا، كما يقول في هوشع أيضا: سأدعو الذي ليس بشعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة. فيكون في الموضع الذي أنتم فيه أنتم لستم شعبي. إنه هناك يدعون أبناء الله الحي. أشعياء يصرخ من جهة إسرائيل قائلا: إن كان عدد بني إسرائيل فهم للبحر فالبقية
المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل معلم الناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر بأن يخرج الرجال قليلا إلى خارج، ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا بهم، لأنه قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن نفسه إنه شيء الذي اتبعه عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا له تبددوا وصاروا كلا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب واكتذب وراءه شعبا كثيرا، فهذا الآخر هلك أيضا، وجميع الذين كانت قلوبهم مائلة له تبددوا. والآن أقول لكم: ابتعدوا عن هؤلاء الرجال وأتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد، وإن كان من الله فلا يمكنكم أن تنقضوه، لئلا توجدوا أنتم أيضا محاربين لله. فأطاعوه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوا بأن لا يعلموا باسم يسوع، ثم أطلقوه. أما هم فذهبوا فرحين من أمام وجه المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل هذا الاسم، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي كل بيت يعلمون ويكرزون بيسوع المسيح. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أمين. اليوم الرابع عشر من شهر رمشير المبارك. أحسن الله واستقباله وعاد علينا وعليكم ونحن الجوك من الله مغفرة خطايا والأثام. انتبه المراحم الرب يا أبي الفاتي. أمين. في مثل هذا اليوم تناحي القديس ساويرس بطريرك أنطاكيا. ولد هذا القديس سنة 175 الشهداء 459 ميلادية في مدينة سوزوبوليس في آسيا الصغرى. رباه والداه تربية مسيحية وعلماها العلوم الدينية والدنيوية، وبعد أن أكمل دراساته في العلوم الفلسفية في الإسكندرية انطلق إلى بيروت ليدرس العلوم القانونية، فأظهر نبوغا فائقا فتوقع له الجميع مستقبلا عظيما. نما ساويرس في حياه الروحية وتنبأ عنه أحد المستشايخ أنه سيصير بطريركا أنطاكيا وعلما الأرثوذكسية مدافعا عنها. بعد ذلك تراه في دير القديس رومانوس ودعا عصير فضائله وعلمه. فلما تنحى بطريركا أنطاكيا اختاره لصاحبه الشعب وأقاموه بطريركا على أنطاكيا سنة 512 ميلادية. فاستضاءت الكنيسة بتعاليمه التي ذاعت في كل المسكونة. لما ملك يوستينيانوس وكان على عقيدة مع خلق الدنيا، فاستدعى هذا الأب وأكرمه كثيرا لكي يوقفه على رأيه. ولما تمسك بعقيدته الأرثوذكسية غضب الملك فخرج سرا وجاء إلى مصر، وكان ذلك في عهد البابا تيموثاوس الثالث السكندري، وظل يطوف الأديرة والبلاد المصرية في زي راهب بسيط يثبت المؤمنين على الإيمان المستقيم، مما دعا الملك أن يثير اضطهادا شديدا على الكنيسة القبطية التي قبلت القديس ساويرس الهارب من وجهه. وقد قام في أواخر حياته في مدينة سخي عند رجل أخ فاضل يدعى دوروثيوس، وقد أجرى الله على هيئات صالحة كثيرة وتناحى مدينة سخي ونقل جسده إلى دير الزجاج. بركة صلاته تكون معنا أمين. وفي أيضا من سنة 546 الشهداء 830 ميلادية تناحى البابا القديس يعقوب البطريرك الخمسون بطريقة الكرازة المنقوصية. ولد هذا القديس في بلدة نغاروف، فرباه أبواه تربية مسيحية وعلماه العلوم الكنسية. لما كبر تراهب بدير القديس مكارس بارية شهيد، فصار سيرة رهبانية فاضلة. والتناحي البابا مرقس الثاني انتخبوه بطريركا ونسموه سنة 819 ميلادية، فجدد الكنائس وعمل الأديرة. قد وهب الله عمل الآيات والعجائب، منها أنه أقام طفلا من الموت في نغاروف. لما أكل صاحب الصلح تناحي بسلام بعد أن جلس على كرسي المنقوصي 10 سنين و9 أشهر. بركة صلاته تكون معنا وربنا المجد دائما أبديا. أمين. Yes.
إلى الأبد.
الجميع. فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين والحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد في قلبه: إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبتدئ بأن يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، فيأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وساعة لا يعلمها، فيقطعه ويجعل نصيبه مع عديمي الإيمان. وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولم يستعد ولم يفعل بحسب إرادته، فيضرب كثيرا. ولكن الذي لا يعلم وعمل ما يستوجب به الضرب يضرب قليلا. وكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن أودع كثيرا يطالب بأكثر. إني جئت لألقي نارا على الأرض، وما أريد إلا اضطرامها، ولي صبغة أصطبغ بها، وما أشد تضايقي حتى تتمها.